برنامجنا وهو برنامج مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. شوطنا الأول الرئيسي لفئة الجعادين ينطلق بحفظ من الله ورعايته، يسير وتسير الأسماء، تسير الشعارات المنطلقة والمتقدمة. أرى من يتواجد ويفتتح الإذاعة بالمركز الأول، بالانطلاق الأول، بالتحدي الأول، الحامل الإثارة والمتعة. نعم، ينطلق البدع، سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يتقدم بانطلاقة البدع على المركز الأول. المركز الثاني هنا الفارس من يتقدم بانطلاقة سعيد بن محمد بن سعيد بن مطر المريخي، ينطلق بانطلاقة الفارس، بدل وغير الصدارة. المركز الثالث الواصل والمتقدم، نعم، بالانطلاق الثالث مبلش من يأتينا على المستوى الثالث، عبد الله بن علي بن محمد البريدي الهاجري من ينطلق بانطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع الواصل والمنطلق وضاح، راشد بن ثلاب الهاجري، نعم، ينطلق بانطلاقة وضاح. وخامس الأسماء وخامس الشعارات، أرى التواجد والانطلاق من برق على المركز الخامس، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. هكذا هي الخمسة الأسماء المنطلقة والمندفعة. ونعود إلى مجريات المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول والتحدي الأول. أرى من يتواجد، نعم، على مقدمة الشوط البدع على قناة الريان ينطلق، نعم، هنا بانطلاق جميل. سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان من يأتينا على المركز الأول. المركز الثاني المنطلق والمتواصل مبلش، هنا، نعم، عبد الله بن علي بن محمد البريدي الهاجري يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث الفارس سعيد بن مطر بن سعيد مطر المريخي ينطلق بانطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم الجميل والرائع من برق، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يأتينا على المستوى الرابع. المركز الخامس اللي وصل واللي انطلق على خامس المراكز الحاصل، راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي يأتي على المركز الخامس. النداء الثاني، نعم، على مسامعكم سردنا حفلنا متابعينا عشاق الأصالة جمهور التراث. ها، نعم، هنا ينطلق بانطلاق رائع وجميل على المستوى الأول الفارس، الفارس على مقدمة الشوط في شوطنا الأول الرئيسي لفئة الجعادين على أرضية ميدان البصير ضمن المهرجان السنوي. نعم، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. المركز الأول الفارس سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي، نعم، على المقدمة. المركز الثاني أول نداء، نعم، مع الفارس أيضا يأتي حمد بن سالم بن ناصر بن حمد النابت من بدل موازين الشوط. المركز الثالث من ميمنة الميدان أرى البدع، سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان يأتينا ويتقدم. والمركز الثالث اللي واصل والمندفع والمنطلق بثالث المراكز بثالث التحديات أرى برق، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، والمنطلق أيضا بانطلاق الرائع الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. الله يا سلام، الله يا سلام. المركز الرابع المنطلق الفارس، الفارس سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي. وخامسا اختتم النداء مع المركز الخامس اللي انطلق، نعم، مبلش مبارك بن محمد بن زايدة المطوع الخيارين. وشوفوا الأسماء وبدأت بالظهور، بدأت بالتقدم، نعم، المنحنى الأخير وين بيصير الشوط الأول الرئيسي وين بيتجه. الله يا سلام، الله يا سلام. المركز الأول تحت أقدام الفارس، تحت سيطرة الفارس حمد بن سالم بن ناصر بن حمد النابت من يأتينا على مقدمة الشوط على الصدارة على المقدمة بشعار جميل ومتألق. المركز الثاني ثاني المراكز ثاني التحديات ترى الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي من يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث أول نداء على المستوى الثالث مبين
مبلش، الله يا مبلش. نعم من يأتينا شعار بن مغيض بن زايد الحبابي، مدغم بن مغيض بن مدغم بن زايد الحبابي، نعم ينطلق بانطلاقة مبلش. أوب 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 اللي وصل واللي تحرك على المركز الرابع، على المركز الرابع أيضا مبلش. الله يا سلام، سلالة مبلش تأتي بقوة في شوطنا الأول الرئيسي. خالد بن حمد بن سالم جار الله المري وأيضا المنطلق، رمز المنطلق رمز حمد بن علي بن جابر البريد المري. يا سلام يا سلام يا سلام، اللي قلب موازين الشوط واللي بدل الصدارة مبلش. و1500 متر، 1500 متر، نداء أخير لكل المشاركين لكل المتابعين، مبلش على المقدمة، مبلش على الصدارة، المركز الثاني، التحدي الثاني. الله يا سلام الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الثاني، المركز الثالث الفارس، الفارس سالم حمد بن سالم بن ناصر بن حمد النابت على المركز الثالث والمركز الرابع. اللي وصل رمز، تحرك رمز مع حمد بن علي بن جبر آل بريد المري. الله يا سلام الله يا سلام، والمنطلق نعم بالمركز الرابع، المتحدي الرابع هنا الواصل والمنطلق، مطفي مطفي يأتينا على المركز الرابع زهران بن سالم بن سعيد الجحافي. الله يا سلام، المركز الخامس هذا اللي واصل والمندفع أيضا مبلش، محمد بن حمد بن خزينة المري. والكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو الناموس، كيلو التحديات، مبلش 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 على الصدارة. السلالة العريقة تؤكد الحضور المميز، ما شاء الله تبارك الله، بدأت السرعة نعم بالانطلاق، بدأت الهجن بالانطلاق، وبدأت السرعة بالتزايد. مبلش على الصدارة على المركز الأول، ينطلق نعم بانطلاق جميل ورائع، مدغم بن مغيض بن مدغم بن زايد الحبابي المركز الثاني الواصل والمنطلق، مطفي مطفي زهران بن سالم بن سعيد الجحافي. يخترق الصفوف الأمامية، يخترق الصفوف الأمامية في الأمتار الأخيرة، الخمسمائة متر الأخيرة، ولكن الواصل أيضا، الواصل مبلش. الله يا سلالة مبلش، والله إبداع وتألق وتميز. سلام مبلش، سلام سلام مبلش، سلام دعم في الأمتار الأخيرة، وبعد المسافة، وبعد المسافة ينتشي نعم صافي الأكسجين، وسلام وتحية واحترام يا مالك مبلش محمد بن حمد بن خزينة العامر المري. يا سلام يا سلام، تهانينا نزفها خالصة من الأعماق على الفوز والانتصار، وسلام وتحية واحترام يا مالك مبلش نعم محمد بن حمد بن خزينة المري على الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصل الفارس حمد بن سالم بن ناصر بن حمد النابت، المركز الثالث كان الوصول